عندنا خويا مضروري من جهه السكن، جات عندنا اللجنه الاولى وقالت لنا راه عندكم الهدم، عاوتاني جات اللجنه الثانيه جابنا نقدم واحد القرار تيقول لنا فيهم عندكم الهدم الجزئي. قلت لي عطيني شي ورقه اخويا باش انا بغيت نخرج عاد هدم. قال لي انا ما قلتلكش خرجي، انا عندي الهدم ولكن ما قلتلكش خرجي، سيري قعدي في 20 ايوا حتى نهار يجيك الكود. جينا قعدنا ما دار معنا مقدم حتى شي حاجه، حنا ثلاثه العائلات في الدار. حاليا درك عاوتاني جات ثاني ديك اللجنه ثاني واحد ربع ايام هادي باش جات ثاني نفس الميموار ثاني، ما عندنا ما نجري لكم، سيروا حتى نهار يجيكم الكود. دابا حنا كاع جينا ثلاثه البنيات كلهم مرضوا لي باقيين صغار، وحده عندها 4 سنين كلهم صغار كلهم مرات، الراجل العكوزه حتى هي مرا كبيره، وهاد الناس راه ما داروا معنا حتى شي حاجه. داكشي اللي دار سيدنا راه ما نفدوش، هاد الناس هما حنا قاعدين عندهم ماكلين عندهم شاربين عندهم، ولكن راه ما داروا لنا حتى شي حاجه في هادشي، راه هاد المسؤولين ما داروا لنا معنا حتى شي حاجه. وعاش الملك عاش الملك خويا، راه مضرورين بزاف، يعطيونا غير شي ورقه انا الهدف تاعي وانا يعطيونا غير شي ورقه يقول رجع لمحلك رجع لمحلي، ما باقي في حتى شي حاجه. عييت المشكله خويا ديالنا هو حنايا من نهار الزنزان وحنا قاعدين هنا في الايواء، ما داروا معنا هاد الناس حتى شي حاجه، قعدنا 3 شهور وحنا قاعدين دابا حتى الاخر. منين جا عندنا اللجنه الاولى دايرين لنا التدعيم والاصلاح، منين جا المهندس الثاني قال لك عندكم الطبله حيت الدار خطر هي تابيه، عندكم الطبله للدار حيت بوقات الارض هاك طلعت الارض الماء تيخرج من بين الحيوط. منين قلنا لهم الله يحمي بها الوالدين قال لك المهندس، قلنا ليه اش كاين، قال لك عندكم هاد الدار راه خاصها طبله، الطبله في الارض خاصها الحديد خاصها الشبكه كلشي. في الاخر قال لك لا ما كاين حتى شي حاجه من هاد الشيء، ما بقات لا استفاده لا حتى شي حاجه، سيروا تكونوا في ديك الدار. بينا نسكنوا حنا في الدار كاع مبوقه، ما يمكنش ندخلوا حنا ولادنا للخطر، ما غاديش ندخلوا حنا ولادنا للخطر. يعطيونا شي ورقه، يعطينا القيد شي ورقه باش ندخلوا حنا لديك الدار وندخلوا ليها، ما عطاناش ورقه راه غادي نجيو نفرشوا في الجرده ونقعدوا. وعاش الملك، داكشي اللي قال سيدنا راه ما مطبقينوش هاد المسؤولين، ما كاينه حتى شي حاجه من داكشي. عطاو الناس قلال اللي جاهم الكود، هما مالين الشقق هما اللي المتضررين كلهم خلاوهم هكاك، ما استفدوا ما حتى شي حاجه. حنا الملك سيدنا راه قال اللي يستافدوا الناس الضعفاء الكاري اللي شاري كلشي يستافد، داكشي ما تطبق منه حتى شي حاجه، ما كاين منه حتى شي حاجه. خرجوا علينا وكرفصونا وكرفصونا ولادنا وفي هذا البرد وفي هذا الشتاء وهذا كلشي تيباتوا الناس البرد، ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل. وعاش سيدنا عاش الملك، الناس متضررين ومشقوقين لهم الطيور ومكرفصين، وفي الاخر قالوا لهم سيروا بنيوهم وريوسكم. سيدنا حنا خرج للشقاق كلشي يستافد، حتى شي حاجه من هذا الشيء ما كايناش. الناس خرجوا الالافات اللي خرجوهم من 20 غش قالوا لهم سيروا بنيو ريوسكم، على الناس عندهم باش كون عندهم باش يبنيو ريوسهم كون بجاو بقاو قاعدين في ديورهم، ما غاديش نخرجوا حنايا نقعدوا 3 شهور وحنا قاعدين في البرد وفي الصهد وفي الشمس كلشي داز علينا، وفي الاخر نخرجوا بيدينا خاويين. ما يمكنش، يعطينا هذا القيد، يعطينا ورقه باننا ندخلوا لديورنا وندخلوا لديورنا على حسابهم هما، حتى الا وقعت لينا شي حاجه يتحملوا مسؤوليتنا. خويا هاد الناس ما داروا معنا حتى حاجه، حنا قاعدين في 20 غشت كنا كنباتوا في في الاول في الزنقه ودخلونا 20 غشت ودروكا قالنا خرجوا في حالكم ما عندكم حتى حاجه، حتى حاجه ما كاينه عندكم، ما عندكم لا استفاده لا والو، حنا ما عندناش باش نكريو ولا نخرجوا شي بلاصه، ما عندناش داكشي عندنا كاين بيه، ما عندناش فين نخرجوا، ما عنديش فين نخرج ولادي، الا خرجتو بنخرج الزنقه ما عنديش فين نخرج. قلنا راه داك الملتمس اللي درتوه مرفوض ليكم، ما عندكمش ما عندنا فين نخرجوا، داكشي باش كارينا حنا حاطينو كارين بيه وقاعدين، ما عندنا فين نخرجوا دروك، الا خرجنا غنخرجوا للشارع. ما عطاونا حتى حاجه باش نخرجوا نكريو، ما عطاو ليناش، ما صلحوا لنا دارنا، جا عندنا لجنه وحده صافي قالنا البارح قال لي تخرجي صافي، وولادي كلهم مرضوا ليا، حتى واحد ما بقى يرجع يدخل ليا لديك الدار، وانا هي كاريه ما عنديش فين نخرجهم، ما عنديش فين نخرج ولادي للزنقه، الا خرجت فين نخرج هنا للزنقه ونقعد فيها الدار ما نقدرش ندخل ليها. خويا المشكل هو هاد الناس هي وهمونا وهموا البوفريه، جات اللجنه الاولى تتقول لهم الدار مضروره، جات اللجنه الثانيه تتقول لهم الدار خاصها الطبله، والبارحين جايه ورقه مصيفطينها قال لك اوتي ما عندك والو خرج في حالك، واعطيني ورقه ما عندي والو، اعطيني ورقه ندخل في حالي لدارنا باش انا لا تهبطت نامن انا هذوك الاولاد الصغار اللي بغيت نغامر بهم، ولا غادي نجي للجرده هنا غادي نفرش فيها وغادي نقعد. نضاع 3 شهور وحنا دابا هنا في الايواء 3 شهور ومكرفصين، وراه الناس كامله مكرفصه، راه لا اله الا الله محمد رسول الله، والله ينصر سيدنا، وسيدنا راه دار اللي عليه، يعني هاد الناس اللي بغاو يجروا التطبيق باقي ما شفنا والوش،
حيت هاد الناس صافي قال لك خرجوا، راه ما عندكم والو، خرجوا عباد الله اليوم الاثنين من الايواء، والناس راه باش تدخل للدار كاع مهلوكه؟ ما يمكنش، راه الناس ابا تجيبها تفرش في الجرازي، ما غاديش تغامر بولادها في وسط الطيور. والله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا، ما كاينش عندنا فين نمشيو، كون عندنا فين نمشيو ما غاديش نمشيو للايواء النهار الاول، حيت ما قعده ما والو حتى في الايواء، راه الناس مكرفصه ومهلوكه، والهضره راه كثيره، حنا بغينا نمشيو بها بالتدريج، نشوفوا هاد الناس اش داروا معنا، عاد ندوزوا لناس اخرين، وبيناهم يشوفوا من حالنا، سيدنا راه عطى اللي عليه راه داروا، وبينا المسؤولين يشوفوا من حالنا، ما متبكش هاد الشيء، راه الناس ما عندها والو جهه الكود، ما عندها شق وجهه الكود، هي كاريه وعندها الكود، ويا هاد الناس راه لا راه بديورها راه يبين، وما مستافداش، ما يمكنش، راه الحماق هو هذا، وزادوا كملونا راه خلعونا شي ثلاثة خطرات، تتجي اللجنه النوبه الاولى، تتقول لك راه الضرب بها الضرر، تخلعك، وتجي اللجنه الثانيه تعاود تقول لك الضرب بها الضرر، تخلعك، يجيو في الاخر ويقول لك ما عندك والو، ما عادش تقدر تدخل للدور، والله يصيب من عنده، الله يصيب من عنده.